يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت مع إمام وقرأ في الركعة الثالثة سورة الفاتحة متعجلا بقدر لم أقدر أن أقرأها فيه، فلما انتهى من الصلاة قمت وجئت بركعة أخرى ثم سلمت. هذا غلط. تكفي قراءة الإمام، إذا لم تتمكن فأنت معذور يا أخي، إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام فأنت معذور، وتسقط عنك قراءتها وتكفي قراءة الإمام والحمد لله. نعم، نعود فنؤكد على قضية ما مع المخالف من الحق أو من الصواب، فنقول أنت بين ثلاث حالات، انتبهوا، بين ثلاث حالات: إما أن تقول ليس معه حق أبدا وكل ما معه خطأ، هذا لا يجوز. الحالة الثانية أن تقول أصاب في كذا وأخطأ في كذا، وهذا هو العدل. الحالة الثالثة أن تبين الخطأ وتسكت، ما تقول عنده خطأ ولا عنده صواب، تبين الخطأ فقط وتسكت، هذا لا بأس، لكنه أقل من اللي يبين ويوضح. نعم.